الكريم، شكرا عبد الله عثمان العمدة على هذا التفاعل. وقصة الثاني عشر من الأشواط تنتهي، وهذا هو شوط هام، شوط الثالث عشر ينطلق على البركة والتوفيق، البداية الجولة الرابعة للبكار. أيضا المحليات مباشرة مع شعار بالرملي، مسلم بن الرملي بن محمد العامري، مع القوة ومع الإثارة اللي هي الرخية. يا سلام، الدور المركز الثاني، هنالك الذيبة حمد بن محمد بن علي الراشدي مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، هنالك الوصول وأيضا الانتقالة الجميلة والرائعة من قبل الطيارة. يا مرحبا يا أبو راشد، يا بن راشد بن محمد الهاجري مع المركز الآن الثالث. الدور المركز الرابع، هنالك ملاقط لسيد أحمد بن سالم بو ظفيرة العامري، وذكريات ملاقط، الذكريات الجميلة واختيارك لهذا الاسم، مشكور يا العامري على اختيار اسم ملاقط، شكرا يا أبو سالم. بينما هنالك المركز الخامس، الوصول والقوة من قبل الطاغية علي بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الآن الخامس. هو الدور المركز السادس، شعار بن عفصان، هنالك واصل بقوة هملولة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، وهنالك سرابة للسيد مهير بن علي بن دري المنصوري، ووصول أيضا من قبل غزوة خيت بن علي المنصوري باحثا عن غزو مكثف لهذه الرائعة وهذه المميزة. هنالك سعيد بن عبيد بن عرض الحميري مع الوثبة على المركز التاسع، وفي المركز العاشر هنالك اسم جليلة لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي مع المركز العاشر. هذه هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه هي الشعارات العشر، هذه هي الأسماء المنطلقة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الكادر الأول، أعود هنالك إلى الراشدي، أعود إلى الذيبة. الله 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 الله، الذيبة 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 على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى وعلى القوة الأولى وعلى الانطلاق الأول وعلى الكادر الأول مع المقدمة والصدارة، حمد بن محمد بن علي الراشدي مع المركز الأول. الله، هي المركز الثاني، هذه الركية مع المركز الثاني ومع القوة ومع الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا بالرملي، مسلم بالرملي بن محمد العامري مع المركز الثاني، بينما الدور ملاقط مع المركز الثالث، احمد بن سالم بو ظفيره العامري مع المركز الثالث ومع المركز الرابع، هنالك هملوله عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، وكذلك هنالك جليله لسعاده محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي. يا سلام، المركز الخامس، هنالك الزاويه الاخرى، هنالك سرابه مهير بن علي بن دري المنصوري، وهالي الختم يطالبون هذا الشعار بسلام كما عودهم دائما وابدا. وصل باللصلي واول اذاعه للشهنيه بطيب محمد بن مصبح الشامسي مع المركز الان الخامس، بينما هنالك الوصول. يا سلام يا سلام، اشتد النزاع مع مصيحه محمد بن سالم بن محمد اليديلي، واول اذاعه لهذه الرائعه، لهذه البطله، لهذه المنطلقه، بينما هنالك الشهنيه سعيد بن سويد بن زايد المنصوري. يا سلام، بينما هنالك بشاير بشرى الخير مع بسم، هنالك قادمة مع التحدي سيف بن محمد بن راشد بسم المنصوري، وصلت العمالة، وصل الظنون علي بن حمد البطين المري. يا سلام، أعود إلى المقدمة، أعود إلى القوة، أعود إلى الإثارة. 1200 يا متابعين، يا أيها الأخوة المتابعين، يا أيها الأخوة المشاركين، إعلان هام، ملاقط والذيبة، ملاقط والذيبة وجليلة. يا سلام، أسماء تاريخية، أسماء قوية، أسماء الشاهنية، وهنالك بالرملي وابن عفصان، والقوة حاضرة مع اليديلي. يا سلام يا سلام، المركز الأول والصدارة، الكيلو المتر النهائي، الكيلو ما بعد كيلو، الكيلو ما بعد رحمة إلا من الله سبحانه وتعالى. يبدأ فتح الأجهزة وتبدأ الأوامر ويبدأ التركيز وتبدأ السيوف وتبدأ الرموز ويبدأ الزعفران ويبدأ الانطلاق. وملاقط العين دار الزين. يا
سلام والعامري وهنالك لديلي. ياهي غزوة ياهي مصيحة ياهي هملولة ياهي انطلاقة ياهي شاهينية ولكن ملاقط ملاقط ومصيحة يا سلام ملاقط مع المركز الأول ملاقط مع الصدارة ملاقط مع أبو ظفيرة يا أبو ظفيرة يا أبو ظفيرة المركز الأول الحذر الحذر من المركز الثاني الله يا مصيحة انطلقت مصيحة انطلقت إلى الناموس انطلقت إلى السلام سلام 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 يا لهيبي سلام سلام يا الانطلاق سلام سلام بالفل سلام سلام يا بالنخار سلام سلام يا المضيبي سلام هذه هي مصيحة محمد بن سالم بن محمد الوهيبي وتحية يا الوهيبي سلام يا لديلي سلام سلام يا الشرقية سلام سلام يا السلطنة سلام هذه هي مصيحة محمد بن سالم بن محمد لديلي المركز الثاني الشاهينية هنالك بطيب محمد بمصبح الشامسي وفي المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء الوصول من مزون عبد الله بخلفان بن علي الرفيس الكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع هملولة عامر بن حمد العفصان المنصوري وفي المركز الخامس هنالك الوصول من ملاقط احمد بن سالم بن ظفيره العامري ياهي قوه ياهي اثاره ياهي متعه ياهو ابداع يا سلام ولكن مصيحه في الامتار النهائيه بلغت سرعتنا 51 كيلو متر في الساعه يا سلام يا بن نخار يا سلامي عليك يا ليديلي 7 دقائق 44 وجزئين من الثواني سلام سلام يا مصيحه سلام محمد بن سالم محمد الجديلي مع المركز الاول والناموس بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض رائعه وتشكر عليه 7 دقائق 45 وخمسه اجزاء من الثواني هنالك القوه بطيب محمد ومصبح الشامسي مع الشاهينيه مع المركز الثاني ورفيسه الثالثه 7 دقائق 45 وتسعه اجزاء من الثواني تهانينا لمالك مزون على فوزه بالمركز الثالث والتهنئه لعبد الله بخلفان بن علي الرفيسه الاكتبي هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء القصه تنتهي وشوط يبدا بالقوه وبالاثاره والمتعه والابداع